بلار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كلمة اللهم ظل البرق في الظلماء من نظامي فما لعينيك إن قلت كف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الحظى لم ترق دمعا على طلل وعلى عرق تذكر الباني والعالمي فكيف تنكر حبا بعيد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسكم واثبة الوجد خطي عبرة وظلا مثل البهار على خديك والعلم نعم ترى طيف من نهوى فأرقني والحب يعدل لذات بالعلم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو انصفت لم تلمي عدتك هاني على سري
مستتير عن المشاة ولا غيب منحسم محبت للنسح لكن لست أسمعه إلا المحبان العذال في سممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني دهمت نصيح الشيب في عذلين والشيب أبعد في نسع عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعلمت من جاهلها بنذير الشيب والحرم ولا عادت من الفعل الجميل قراء ضيف على ما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جباه من عبايتها كما يرد جماه الخيل بالرجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الله وإن تفتم ينفتم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي في الأمال صائمة وإن هي استحلت المرى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وشد سيف من جوع ومن شبع فرب مخمسة شر
ملات حميد واستذرع الدم من عين قادم طلعت من المحارم والذم حمية ندمي وخالف النفس والشيطان وعسيما وإن حما محضا كالنزح فالتحمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي يقومي أمرتك الخير لكن ما اتمرت به فما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولا مسل سوى فرض ولم أسمي لا لم تسنة من نهي الله لا ميلا عن اشتقت قدماه الرم ورمي وأشد من ثواب أحشاه وطبا تحت الحجارة كاشها مترف الأدم وراودته الجبال الشم من رهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي صلي وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الحسام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمي
الداعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو وصفا من الديم وواقفون لديه هند هديه من نطفة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم ما عيناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مناساه عن شريك في محاسنه فجوهر الحزن فيه غير منقسم دعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا به محتكم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من نظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغربها عناتق بفمي لو نصبت قدره آياته إظاما أي اسمه حين يبعى دار سرمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتهن بما تعيل قلوب حرسا علينا فلم نرتب ولم نهم أهي الورى فمعناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد سعيرة وتكل الترف من نمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي
رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم كالزهير في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدير في همم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل ترب لما نرمه طوبى لمنتشق منه وملتسم أبان مولده عن تبع سوره يعتب مبتدع منه ومختتم يا من تبرس في الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبعت ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم والنار حامدة أنفاسه من أسف عليه والنار ساهي العين من صدم وساء ساوت عن عالت بخيرتها ورد واردها بالليل حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وسم فعلان البشائر لم تسمع وبارقة الهندار لم تشم من بعد ما أخبر أقوى ما كاهنهم
بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في اللفق من شعب من قلة وفق ما في الأرض من سنم حتى عدا عن طريق الوعي منهزم من الشياطين يكفو إذر منهزم كأنهم هربان أبطال أبرهة أو أسكر بالعصا من راحتيه رمي نبذا بعبادة سبهم بمتنهما نبذ المصبه من عيشاي ملتكمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاد لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على شاك بلا قدم كأنما سترت سترا لما قدم الحادي في اللقم مثل الغمامة نصار سائرة تقي حربت سل الهجين همي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عن نعم فصدق في الغار صديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من هريم مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم لن الحمام ولن الأنقب على خير برية لم تنسج ولم تحمي بقاية الله ندعم مضاعفة من الدروع وعن علم من اللطم ما سامني الدهر
الحي ما استجرت به إلا وجلت جبارا منه لم يضم ولا التبست غنى ترين من يده إلا استلمت المدى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رياه إن له قلبا إذا نامت عيناني لم ينمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وهم بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وسيبا بالأمس راحته وأطلقت عريبا من ربقة الأمم وحياة السنة شباد وده حتى حكت عرة في العسر الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم بعرض جدا خلف البيت حبها سيبا من اليم أو سيلا من العريم دعني وبسمي آيات الله ظهرت نور نار القراء ليلا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدينة
ما في من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم نبرات وزيبا باللمس راحته وأطلقت عريبا من ربقة اللمم وأحيت السنة شهبا دعوته حتى حكت عروة في العسر دهمي بعارض جاد أو خلت البتاح بها سيبا من اليم سلا من العريم. دعني وبسفي آية له نهرات نهر نار الكرى ليلا على عالمي فالدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تتاول آمال مديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. أيا تحكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد والنديم فأني رمي دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جات ولم تدمي
حاكمتم فما يبقينا من شبه لذي شقاك ولا يبغين من حكمي ما هربت قط إلا عاد من حربين عاد الأعادي إلي ها ملكي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر بمدد وفوق جوهره في الحزن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد لفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيم كأنها الحول تاب يلا الوجوه به من العساة وقد جاؤوه كالحمم وكسرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود الروح ينكرها تجاهلا وغين الحاذق الفهم قد تنكر العين له الشمس من رماد وينكر الفم تام الماء من سقم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العين كرزم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة
ظلمان مردا لمي ساريدا من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من اللولم وبدا ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم ما أخذ من الأخدم وعند تخترق سبعة باق بهم في موكب كنت فيهم سايب العالم حتى إذا لم تدع شغى لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم حافظت كل مقام بالإضافة نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوحصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العدا أنباء بعثتي كنبعة نجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالكنا لمن على ظلمي ودوا الفرار فكادوا يعبتون به أشلاء شالت مع الإقبال والرحم تمن الليالي ولا يدرون عندتها ما لم تكن من ليالي العشر الحرم كأنما الدين ضيف هل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا كريم يجورون
بحر خمي سنفوك سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتتمي من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستعسل لكبر مستلم حتى عادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحمي مكفولة أبدا منهم بخير نبيل وخير بعل فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فزل أنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم واسل هنينا وسل بدرا وسل حدا فصول حتف لهم عدها من الرحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم المستر البينهم رم بعد ما وردت من العدا كل مزود من الإمام والكاتبين بسم الخاتمة تركت أقلامهم حرف جسم غير منجم شكي سلاه لهم سما تميزهم والورد يمتاز بسما من السلام تهدي إليك رياه النسر نشرهم فتحسب الزهر بالأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم دارت قلوب العدا من بعضهم فرقا فباتوا فارق بين البهم والبهم ومن يكن برسول الله نصرته إن تلقاه النصر في عجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في هذه ملته كالليس هل مع ال
أشبالي في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدلين فيه وكم حسم البرهان من خاسمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتهذيب في اليتم خادمته في مديح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني بات الشعب أقبه كأنني به ما هدي من النعم أتعت غياسبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين في الدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما أعدي بمنتقضين من النبي ولا هبلي بمنصرم فإن لي ذمة منهم بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في معوى لي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم حاشاه أن يحرم رجيم كلمه أو يرجع الجار من غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزمي أدعت غياسبا في الحالتين وما حصلت إلا على العذاب والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين في الدنيا ولم تسمي وما يبيع عاجلا منه بعاجلي يبي الله الغبن في بيع وفي سلمي إن أتي ذنبا فما أيدي بمن
مستقل من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو في الخلق بذممي إن لم يكن في معا لياخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشا وأن يخرم رجيم كارمه أو يرجع الجار من غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائهه وجدته لخلا غير ملتزم ولا يفوت العنا منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في اللكم ولم ورد زهرة دنيا التي اقتتفت يدا زعير بما أثنى على حرمي يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلو للعادث الغمم مولاي سل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولي لك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ما ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلات النظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منحرم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدوه الأول ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل
أجلسوا بصلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم ما رنحت عذاب دلبان ريح سبا واعترب العيسى هذا العيسى بالنعم ثم رضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وابي عبيدة وابن عوم في العاشر الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم علي التقى والنقى والحلم والكرم ووالدي وما أقبت من خلفي والمسلمين من الغربان واللجم وهذه برعة المختار قد خطبت والحمد لله في بديع وفي ختمي واغفر لكاتبها يا رب زلته يا عافر الذنب يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة لصاحب البردة ومصلثها ومخمسها ومصبعها ومتسئها الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونختم بها ونتشفع بها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين الحاج